اللي تلقينا هذا الخبر هذا بحال نزلت علينا السائقة من السماء، ما بقى عرفنا حنا رسنا من رجلينا. امو راه مسلبطه مع الارض، بنته والله العظيم الا باقا صغيره عندها 3 سنين ولا بحال الا عارفه كل شيء، كتبكي ما قادرش باش باقي تصبر. حنا في الحقيقه والله كون انا عرفت راس الحربه حتى نمشي انا نبلغ، انا نمشي نبلغ ونديكلاري، لان شكون هذا اللي بغى ولده يضيع منه؟ شكون هذا اللي بغى ولده يكون تافه للناس؟ الله تعالى قال من قتل نفسا بغير نفس كانما قتل الناس جميعا. حنا ما بغيناش يقتلوا ولا يديروا، حنا ربينهم وقرينهم باش يكونوا ناس معقولين ويكونوا صالحين للمجتمع، ولكن دابا داك الشيء قدر الله ما شاء فعل. ما عرفنا باقي حنا ما اش نسبقوا ولا شنو نخرو. دخلوا علينا البوليس واحد الوقيته من الليل، هركوا الدار مريب، هرسوا الدفا ونو، والناس اش غادي نقول لك؟ اني ما حنا ما عيبنا عليهمش، الامن هو هذاك الامن، خصو يوصل للحادث ديالو، يوصل داكشي اللي الامن ديالو، وكون ما الامن كون واهلي شنو غادي يوقع فينا نيت حنا؟ ولكن التصرفات ديالو ها الناس، وغادي ها الناس نسولوهم الجيران، تصرفات دارو دري طيب ما فيهش شي حاجه. وانا يصنعي ما تنعرف عليه حتى شي حاجه، تنعرف عليه خويا ولد امي وبا، وتيتعاشر مع دوك الناس ما عرفتهمش انا، تشافون الناس انا تسحبني واش هير تيخرجوا تيصيدوا معاه، تيقعدوا دار واحد وقيت شحال من واحد ولاد السيكتور تيجيو عندي هنا تيقول لك ابنا نخرجوا نصيدوا معاه، فينا هو ينسك هذا تيخرجوا معاه. ودابا فاش طحنا في هذا المشكل هذا ما فهمناش حنا، ولينا حنايا وجينا غلبنا ما بقيناش عرفنا. وما هذا الشيء هذه الحاله هذه اللي طاح فيها خويا ماشي غير يكون خويا، يكون كاع با اللي ولدت امي اللي ولدنا، ما غاديش نبغي فيها انا هذه الحاله هذه، خصو يتعاقب بالنسبه لي. لا انا تنعرف انسان بحال كي تنعرف خويا صديق ديال خويا، ما عرفتوش انا تيدير، كون عرفتو انا تيدير هادشي هذا غادي نمشي نبلغ به، حنت حاجه خطيره هادي واش فهمتيني؟ ما غاديش نمشي انا نخلي خويا تيدير واحد الحاجه تيعقب عليها القانون وبين صبر في حقي انا. انا تنمشي كاع تنجيب ليه ما ياكل، تنوكل وتنشربو في سبيل الله حتى تجمو لنا مانتو، وداك الشيء راه قد به الله تعالى، ما عندي ما نقول لك لا انا ولا نقول لك اسيدي. ما عمرنا حنا شنا عليه شي حاجه، حتى الدراري اللي كيجيو عنده كيدقوا عليه في الباب، انا الزوج ديالي مبلي بالصياده كيمشي كيصيد، ما كيبغيش يخدم، ما كيبغيش يخدم. انا ديما كنتخاصم معاه على الخدمه، هادشي سيدي هادشي اللي كاين، ديما كنتناقش معاه على الخدمه. وحتى الوالده ديالي والوالد ديالي حتى هما تناقشوا معاه اخر فتره. ف شنو نقول لك؟ ملي طلعنا لهنايا نقول لك شهر خمسة هكاك شهر ستة، حيت كنت حامله وجاني فقر الدم في الحماله، وكان عندي توابع سابقين. اذا فتره الحمل كلها من شهر 4 حتى لشهر 10 وانا تندوز بالدم. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.